أخبار اليوم. سؤال الرابع ألف، ما النتائج المترتبة على كل مما يأتي؟ واحد، اتباع نظام الري بالرش أو التنقيط بدلا من الري والغمر، بالتالي هوفر كميات كبيرة من المية وبالتالي هزود مساحة الأرض إن من زرعة. نمرة 2، احتواء المياه الجوفية على قلويات أو أحماض عضوية هتؤدي إلى تآكل الصخور الجيرية وتكون فيها مغارة. المهم قد تزيد معادن مثل السيليكات. طب السيليكات هتحل محل ألياف الأشجار أو هتحل محل الأجزاء الرخوة في الحيوان فتكون الأشجار المتحجرة أو الحفريات، والسؤال ده مهم نخلي بالنا منه. 3، حل ذرات الحديد محل بعض ذرات الزنك في معدن تركيبه الكيميائي كبريتيد الزنك. طالما قال لي كبريتيد الزنك يبقى احنا عارفين ان ده خامس فلاريت. خامس فلاريت لونه أصفر شفاف بيتغير إلى اللون البني إذا حل ذرات الحديد محل بعض ذرات الزنك. يبقى الإجابة هتبقى يتغير لون خام السبالارايت من اللون الأصفر الشفاف إلى اللون البني، بس بشرط أن التركيب الهيكل البنائي ما يتغيرش. يعني ذرات الحديد تحل مع ذرات الزنك بشرط أن الهيكل البنائي أو الترتيب الذري نفسه ما يتغيرش، يبقى له نفس الشكل أو نفس الترتيب الذري زي ما هو. 4، زيادة مياه النهر عند الفيضان ولا تستطيع الجسور استيعابها. طالما الجسور مش قادرة تستوعب مياه الفيضان فالمية هتكسر الجسور وتخرج وترسب ما تحمله على الجانبين، وبالتالي هيتكون رواسب القارية اللي هي رواسب السهل الفيضي، ودي اللي كونت التربة الزراعية في مصر. 5، السريان التدريجي للصحارى من أسفل مناطق الترسيب إلى قاع مناطق التفتيت. وقلنا من شوية إن ده وده جبل ودي منطقة منخفضة، لما الجبال تتفتت الفتات هيتنقل لأحوال الترسيب، فالضغط أسفل منطقة التفتيت هيقل والضغط أسفل منطقة الترسيب هيزيد. لما الضغط يزيد هنا يحدث ما يسمى بالسريان التدريجي للصحارى، بتمشي من منطقة ضغط مرتفع إلى منطقة ضغط منخفض، وبالتالي هيعاد ارتفاع الجبال والهضاب ويستمر اتزان القشرة الأرضية. السؤال الرابع به، احسب المسافة، ودي نخلي بالنا منها، بين طائرة يقع عليها ضغط مقداره 5/10 ضغط جو وغواصة يقع عليها 51 ضغط جو. نشوف ديت. مع بعض كده، عاوز المسافة بين طيارة يقع عليها ضغط مقداره 5/10. أنا الأول ببدأ أشتغل كده بقول إن ده سطح البحر، سطح البحر عليه ضغط بيساوي 1 ضغط جو. قال لي الطيارة عليها ضغط مقداره 5/10 ضغط جو، وقال لي الغواصة وقع عليها ضغط مقداره 51 ضغط جو. عاوز المسافة بينهم. احنا عارفين ان الضغط بيقل بمعدل نصف قيمته لكل ارتفاع قدره 5.5. يعني ده الضغط هنا كان 1 بقى 5.5 بقى نص، يعني قل نص قيمته. اذا المسافة هنا 5.5 كيلو. ده المسافة بين سطح البحر والطيارة 5.5 كيلو. طب الغواصة اللي عليها 51 ضغط، احنا عارفين القانون بيقول ايه؟ يزيد ضغط عمود الماء بمعدل 1 ضغط جوي لكل انخفاض قدره 10 متر، يعني كل منزل 10 متر الضغط يزيد 1 ضغط جوي. يبقى اللي وقع عليها 51 ضغط جوي يبقى نزلت على عمق كم متر؟ 500 متر. لو انت عاوز تحسبها تقول الضغط بيساوي المسافة على 10 زائد 1، هو مديك الضغط 51 هيساوي المسافة على 10 زائد 1، دي لما تخرج يبقى بإشارة سالبة، يبقى 50 هتساوي ميم على 10، يبقى المسافة هتساوي 50 في 10 هتساوي 500 متر. يبقى الغواصة وقع على عمق 500 متر، 500 متر ده اللي بيساوي قد إيه؟ نص كيلو. يبقى أنا عندي الطيارة على ارتفاع 5.5 كيلو وعندي الغواصة على عمق نص كيلو، يبقى المسافة بينهم الاتنين بين دي 6 كيلو. ودي من المسائل اللي نخلي بالنا منها.
نمرة 2، الرسم التالي يوضح دورة الصخور. اكتب ما تدل عليه الأرقام من 1 لـ 8. أنا ببص للرسمة كده وببدأ أفكر، مديني رواسب ومديني صهير ومديني صخور متحولة. رقم واحد هتبقى صخور نارية، يبقى رقم واحد هتبقى صخور نارية. يبقى دي تبقى صخور ايه؟ صخور نارية. 2 و3 و4 هيبقى عملية تجوية ونقل وترسيب. يبقى هنا يحصل عملية تجوية، بعد التجوية يجي نقل، بعد النقل يجي ترسيب. هتتحول لرواسب، الرواسب يحصل لها عملية تحجر أو عملية تصخر، فتديني ايه؟ صخور رسوبية. يبقى الصخور النارية لما تعرضت لتجوية ونقل وترسيب ادت رواسب، الرواسب لما يحصل لها عملية تحجر أو تصخر، ومعنى تحجر أو تصخر يعني تمسك في بعضيها عن طريق الضغط والمواد اللاحمة، والمواد اللاحمة زي مادة اسمها السيليكا أو السمنت، فتديني صخور رسوبية. قال لي الصخور الرسوبية أو الصخور النارية لو حصل لها عملية دفن عميق وتعرضت لضغط وحرارة تديني صخور متحولة. طب الصخور الرسوبية أو النارية لو حصل لها عملية انصهار هتديني ماجما، يبقى كل 7 عبارة عن انصهار. انصهار. طب الصهير اللي هو الماجما عشان تتحول لصخور نارية حصل لها عملية ايه؟ تبريد وتصلب. لو حصل لها عملية تبريد وتصلب للماجما هتديني صخور نارية، لو حصل لها عملية تبريد وتصلب في باطن الأرض هتكون صخور نارية جوفية، لو حصل لها عملية تبريد وتصلب فوق سطح الأرض هتكون صخور نارية سطحية. جيم في السؤال الرابع، اذكر تشابها واحدا واختلافا واحدا بين كل من الرخام والحجر الجيري، كلاهما يتكون من معدن الكالسايت كربونات الكالسيوم، ولكن الاختلاف ان الرخام صخر متحول والحجر الجيري صخر رسوبي عضوي. نمرة 2، قارن بين هجرة القشريات الهائمة وهجرة بعض الأسماك. الاثنين يا جماعة هجرة يومية بتحدث في المية، ولكن الاختلاف ان القشريات الهائمة بتظل نهارا على عمق 27 متر لتأثرها بالأشعة فوق البنفسجية، أما الأسماك بتهاجر من المياه العميقة للمياه الضحلة لوضع البيض ثم تعود نهارا. اللاكولايس واللوبولايس الاثنين أشكال الصخور النارية الجوفية. اللاكولايس يتكون نتيجة صعود الماجما وتجمعها وضغطها على الطبقات التي تعلوها، مكونة قبة أو يشبه طية محدبة تعرف اسم اللاكولايس. أما اللابولايس فصعود الماجما الأقل لزوجة وتجمعها، ولكن تضغط على الطبقات التي أسفلها. اللاكولايس ضغط على الطبقات التي تعلوه، اللوبولايس ضغط على الطبقات التي أسفلها. ده الاختلاف ما بينهم. دي تشبه طية محدبة، دي طية مقعرة، دي بتشبه قبة، ده بيشبه طبق. ده الاختلاف ما بينهم، ولكن الاثنين من أشكال الصخور النارية الجوفية أو المتداخلة. شبه واختلاف بين البلور الصخري والأميشيست. الاثنين يعتبروا معدن الكوارتز، ولكن الفرق البلور الصخري هو الكوارتز النقي الشفاف يعرف باسم المارو، أما الأميسيست فهو القوارتز المحتوي على أكاسيد حديد أو منجنيز. المصاطب والحصى الهرمي الشكل الاثنين من المظاهر الجيولوجية المصاحبة للعمل الهدمي للرياح. المصاطب ولو احنا تتكون نتيجة مرور الرياح على صخور مختلفة الصلابة، فبتنحت في أجزاء أكتر من أجزاء، هنشوفها مع بعض. لو أنا عملت كده تتابع صخور رسوبية مختلف الصلابة، الجزء ده جزء لين، لما تمر الرياح هتنحت في الجزء اللين بدرجة أكبر من الجزء الصلب، بعد كده بتأثير الجاذبية الجزء ده هيقع وده هيقع، فتلاقي الصخرة بقت عاملة كده، كونت ما يعرف باسم المصاطب أو بنسميه النحت المتباين.
على صخور مختلفة الصلابة فأكلت الأجزاء اللينة أكتر من الصلبة، وبعد كده الصلبة معلقة فتسقط بتأثير الجاذبية. لما تسقط بتأثير الجاذبية هيتكون الشكل ده، اسمه المصاطب أو اسمه النحت المتباين. دي المصاطب. أما الحصى الهرمي الشكل نتيجة مرور الرياح، لما الرياح تمر على مجموعة حصوات هلاقي الحصى بقى هرمي الشكل، مثلث الأضلاع حاد الزوايا. ولكن ده من اللي هم بيختلفوا عن بعض، المصاطب والحصى الهرمي الشكل، ولكن الاثنين يعتبروا من المظاهر الجيولوجية المصاحبة للعمل الهدمي للرياح. وكده يبقى خلص السؤال الرابع.